السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عز العبدي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. جمعة مباركة وعواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد إن شاء الله يدخل علينا وعليكم وعلى جميع الأمة بالخير والصحة والبركة والرزق والهنا وطولة العمر، تحت الطلب العديد ديال الأخوات. تحضيرات العيد، حلويات اقتصادية، عجينة وحدة كنخرج منها شكيلات. نتمنى هتنا الإعجابكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، وكنشكر جميع الاخوان والاخوات من ارض الوطن وخارج ارض الوطن على التفاعل وعلى الكلمه الطيبه وعلى البارطاج. الله يحفظكم ويضمنكم وييسر اموركم كاملين. واليوم العبدي راه جا وجاب، واللي ما جاب ما تردوا عليه جواب ان شاء الله. دابا باش غادي نشارك معكم واحد النوع من الحلوى كنقول لها كاسكاس او 4×4. المكونات ديال كل حاجه منها 4×4، ولكن كنقسم العجينه وغنخرج منها شكيلات باش نزوقوا المائده الافطار ديال بمناسبة عيد الفطر إن شاء الله. وتابعونا وكنشكركم كي قلت لكم، إلى عجبكم المحتوى خليو كومونتير، ما تنساوش الجيم، ما تنساوش بارطاج. إلى عجبكمش المحتوى ماشي مشكل، الدنيا هي. كنبقى عز العبدي طباخ مناسبات، دابا الوقت واقفة ما كاين لا خدمة لا والو. الله يرزق غير الصحة والسلامة والهنا وطول العمر، هادشي اللي كنتمناو وراحة البال. دخلوا معنا على المكونات وعلى المقادير وعلى الطريقة ومرحبا بكم. هنا كيف وعدتكم وقلت لكم ان شاء الله باش غنصاوب معكم حلوى بابسط المكونات وتخرج لكم واحد ثلاثه اشكال ولا اربعه على حسب من الرغبه ديالتكم. عجينه وحده ولكن غنزيدوا بعض الاضافات. هنا حاجتنا في ثلاثه اربعه الكيسان ديال السنيده قياس العنبه كيف ما كتشاهدوا، وهنا واحد الرابعه ديال الزبده 250 غرام، 250 غرام يعني نقولوا رابعه ديال الزبده 250 غرام. الدقيق دائما كيبقى على حسب العجينه ان شاء الله باش غادي نجمعوها. هنا اربعه البيضات، كي قلت لكم حلوه 4×4، اربعه الكيسان، رابعه زبده، اربعه البيضات، اربعه الكيسان ديال الزيت النباتي. مازال غادي ناخذ اربعه الكيسان ديال الزيت النباتي. وهنا كاينين اربعه يعني ثلاثه الخمارات، ما غاديش ندير ربعه، غادي ندير غير ثلاثه باش الحلوه ديالتي ما تجيش فرقعه، يعني ما تجيش ما تشتتش ليا. هنا بالنسبه للديكوراسيون او الاضافات اللي غادي نضيف ليها ملي غنقسمها، بالنسبه للشكل غادي ندير فيها هاد الكرز المعسل احمر وخضر. بالنسبه للنوع من غريبه غادي ندير فيها الكاكاو المر وال سميتو اللوز كونكاسي او ايفيلي. ونوع غادي ندير فيه على شكل الريش بوند بالنسبه للكوك والكونفيتير كيف ما كتشاهدوا. وهادو هما المكونات، وتابعونا ونتمنوا الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. وباكم العبدي راه ديما معاكم، الساهله هي ديالي وديالكم. انا ما عندي عرس، العيد دايز في نهارو نص نهار، الا جا عندنا شي حبيب حطوا لي باش يدوز كويس ديال اتاي وراه كل خير وفي دارو. ومرحبا بكم خوتنا المغاربه فين ما كنتوا. هنا ديما الزبده هي والسنيده هما الاولين كنحاولوا نخدموهم كيف كنقول لكم دائما، الزبده بحراره المطبخ ما تكونش في الثلاجه. نخدموا الزبده حتى تولي بوماد، وهانتوما معايا ان شاء الله. هنا بعد ما خدمنا الزبده مع السنيده، دابا غادي نبدا نضيف ليها كيف ما كتشاهدوا الزيت. بسم الله ها واحد الله، ها جوج، ها ثلاثة، حلوة 4×4 ديال أيام الزمن الجميل اللي ما كان لا بروتوكول لا بخ لا بان عليا لا نبان عليك. حلوة الدار، حلوة اللامة والملمة ديال الجيران والمجمع ديال الأحباب، وكل شيء بخير وكل شيء واكل وكل شيء فرحان. وتحية لخوتنا المغاربة اللي عاشوا الزمن الجميل بحالي، وتا هاد الناس اللي باقيين يعني في هاد الزمان تما تحية لهم، واللهم لك الحمد. والواحد هو اللي يقتصد، هو اللي راعي، هو اللي يمشي على الليان، راه الجودة كتفرق دائما كنقول لكم على الليان، لا بالنسبة للعراس ولا بالنسبة للمناسبات ولا بالنسبة للضيافة، الواحد هو اللي يتمشى على قياسه. حيت تقوت البروتوكول بان عليا بان عليك، خلى الناس بلا حباب. اليوم بغيت نمشي عندك كنخمم اش غندي ليك، او انت غتخمم اش غتوجد ليا فوق الطبله. فلهذا الله يرضي عليكم خوتنا المغاربه،
نبقاو محافظين على اصلنا وطبيعتنا وطبعنا وتقاليدنا المغربيه اللي انضاطرت. وتحيه للشعب المغربي كامل، وعيد مبارك سعيد بالصحه بالسلامه بالهنا بالغنى بطول العمر. نرجعوا لموضوع الحلوه دابا ان شاء الله، باش غادي ندير سميتو الخمارات والدقيق كيف ما ندير البيضات بعدا قبل كيف ما كتشاهدوا. هنا بسم الله البيض، دائما كنفرغ البيض قبل. هنا بالنسبه للحلوه ديال تريش بوند اللي قلت لكم ان شاء الله، يعني غنقسم هذه العجينه، غادي نحك واحد البرتقاله القشره ديالتها اولا الحامض على حسب الاختيار ديالكم، باش نغيروا حنا من النكهات، باش نغيروا من النكهات ديال سميتو. شكل غادي ندير فيه قشور الحامض، وشكل غادي ندير فيه قشور ديال البرتقال. هنا كيف كتشاهدوا حاولت نخلط كل شيء على شكل بوماد، ما بالنسبه للبيض والسنيده والزبده، كنحك مزيان بحال هكا. اللي عنده العجانه الكهربائيه يديرها ماشي مشكل، ولكن الحلوه بالنسبه في يديها كذب عليكم كذاب. الحلوه كتجي بنينه بالليل، شي الزقاق اللي ولينا كنشوفوا دابا على الزواق من الفوق ولا فايده. توا حلوه باكم العابدين ان شاء الله غطلع الطوندونز، على ما طلعتني شاد الحلوه الطوندونز انا حالف عمري لا بقيت صوتها. غنضحكوا معكم، وكان كل رزق على اللي خلقوا. هنا بسم الله كيف ما كتشاهدوا غنبدا نخلط في الدقيق بالتدريج. تقدر تهز ليا كيلو، تقدر تهز اكثر، تقدر تهز قل. هنا ثلاثه الخمارات كي قلت لكم، انا ما درتش فيها الفاني لان الشكل الاول درت فيه الفاني، بغيت نبدل النكهات. تما باكم العبدي اليوم راه العجينه الحلوه الحلوه بسميتو بالبيض البلدي. الحلوه بالبيض البلدي ديما الحلوه تكون يعني تكون مطلوقه فيها، ما تجيش العجينه واقفه باش ما تجيش مطقزه وما تجيش قاصحه ضرب بها صاحبك ترجع عندك. لا، حلوه خاصها دار ولو انها دقيق خاصها تحط في الفم تذوب. كنبقى غادي معاه بحال هكايا حتى كنجمع العجينه ديالتي. الدقيق ديما غير بشويه بشويه كنحاول ندخلو في بعضياتو بحال هكايا، ونمسح ديما هكا من الجناب. الحلوه راه ما كتدلكش غير كتجمع غير بحال هكايا. السوسن بنتي راه كنقول لها شكون اللي سيدي لك في الحلوه؟ بابا بي. نعم وليدي، شكون سيدي لبنتي في الحلوه؟ شكون؟ سعدي سعدي بابا قوط. غتخرجي قوطه بحالي. سعدي بنتي سعدي. الله يرضي على بناتي. نعلموا بنياتنا ونعلموا وليداتنا يعتمدوا على نفسهم، وراه كل حاجه علمناها اليوم غيلقاوها ان شاء الله مستقبلا. انا راه خدمه باكم العبدي الطبخ. هنا دابا هانتوما بعد ما جمعتها ان شاء الله فرقتها على اربعه ديال الكويرات متساويين. دابا غادي نوريكم الشكل الاول اشنو غادي نزيد ليه. بالنسبه للشكل الاول اللي غادي نديرو على شكل ريش بوند كيف ما كتشاهدوا، زدتو قشور ديال البرتقال، القشور ديال البرتقال، وكنحاول ندخل هاد القشور بحال هكايا هانتوما كيف ما كتشاهدوا في وسط العجينه مزيان. وديما العجينه الا طلقت ليكم تحاولوا تزيدوا واحد شويه ديال الطحين. بالنسبه لي انا هانتوما صافي، ودائما كنعبر بيديا بحال هكا
بالنسبه للريشبوند الا بغيتوها تجي على هذا الشكل ديال الغريبه مرحبا، الا بغيتوها تجي مثلا بهذا الشكل باش يطلاقة يعني وحده فوق وحده تجي بهذا الشكل كي كنا كنديروا لها صبيعات كيف بكري الناس ديال الزمان بحال هكايا على حسب الاختيار ديالكم نتوما واللي بغيتو. نقدر انا نديرها هكا صبيعات، نقدر نديرها غريبه، انا كتعجبني غريبه صراحه الله كتعجبني غريبه. وتابعونا ان شاء الله. المهم حنا باش غادي نشكلوا ونخرجوا من نخرجوا من نطاق الغريبات، انا غادي نحاول ندير معكم هكا بالطول باش حتى في الديكور ديال الطبق ديالنا يجي مغاير. هنا كي قلت لكم كنديرها غير بهذا الشكل هكا ديال الطولي، يكونوا حاولوا تكونوا متساويين بحال هكايا. ها انتوما كيفاش كندير لهم، وديما وركوا عليهم بالصبع ديالكم باش ما تجيش غليظه. ملي نجوا نلصقوها مع بعضياتها راه ما كتبقاش تبان فيها شي عوجيه ولا شي حاجه، مع داك الكوك كتبان. يا سلام، هاكا مريات بكري كي كانوا يديروا ليها هادشي اللي عقلت فيه هنايا. ها هي ساهله ماهله، فالتالي كنديروا لها الكوك ومع شويه ديال الكونفيتير مع شويه الزهر وكنفندوها في الكوك صافي. هادشي اللي كاين. هذا هو الشكل النهائي. دابا ان شاء الله باش غادي ندخلوها للفران وندوزو للشكل الثاني. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا بالنسبه لهذا الشكل نقدروا نزيدوه شي اضافه، نقدروا نزيدوه الكوك، نقدروا نزيدوه الجلجلان، نقدروا نزيدوه سميتو زبيب، على حسب نتوما المتواجد عندكم. انا بالنسبه لي ماشي مشكل عندي، نقدر نزيدو يعني واحد سميتو غادي ندير ليه ندير ليه السنيده. وهنا عندي هذا الطومبو، ها نتوما هذا الشكل. هنا باش غادي ناخذ بسم الله، شوفوا كيفاش غادي ندير لها. ديما الكرات يكونوا متساويين على شكل غريبه بهذا الشكل، شوفوا كيفاش كندير ليها. هنا غنحاول نفندها فواحد شويه ديال السنيده كيف ما كتشاهدوا، ونورك عليها بهذا الطومبو ها او اي مرشم عندكم. شوفوا هنا كيفاش كتجي. هنا نقدر نزوقها باللي بغيتو كي قلت لكم بالفواكه المجففه باش ما بغيتو. ها انتوما هنا واحد طريف من داك الكرز المعسل كيف ما كتشاهدوا صافي. وكنبدا خدام في الطاوه ديالتي هنا. ها انتوما كيف ما كتشاهدوا كنكركبها بحال هكا وكنحطها في هاد السنيده غير من وجه، وكنحط حتى كنكمل كيف ما كتشاهدوا حتى كنكمل، وعاد كنشد هذا المرشم بحال هكايا وكنطبعها بحال هكايا كيف ما كتشاهدوا. ها غير نورك عليها غير واحد شويه. صافي وكنبدا نشكل فيهم هاد، ها انتم معايا. المهم حتى نكمل ان شاء الله. هنا دابا صافي كملت. هنا ها انتم كنشدي من المرشم بحال هكايا غطسو في السنيده باش ما تلصقش ليا الحلوه، كتجي ساهله. ديما نضربها اباكم العبد راه خرج نهارو حكروني قال لك اسيدي ما تعرفش الحلاوي، ما شافونيش ملي كنت كنتعاند مع عباد الله في الفران عندي الشكل واللوان. انا ما بغيتش نتبع هادشي ديال الحلويات، عندي الميول ديال الطبخ. الحلوى شويه فيها قوه الروينه، ماشي شي روينه كثيره. اللي يسمع الروينه يقولك لا كتبغي غير الرغبه، انا الرغبه ديالتي كنقول لكم دائما هو الطبخ. انا شحال من مناسبه كانت عندنا في الدار قسما بالله العلي العظيم الى صوبنا بعد الحلويات ما غنقولش لكم كلشي، نقولوا باش كنستقبلوا الناس ديالنا من غير يعني ديال النهار الكبير كنعطوهم الحلويات ديال الاسفي. تحيه لهم. صافي هنايا باش غادي نزوقهم الرجاء والوداد العالم المغربي باش معروفين. هنا كيف ما كتشاهدوا هما عطاوني 32 حبه، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
24 26 28 30 32 32 حبه اللي عطاتني. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيدير، روعه. دخلوها للفران طيب وندوزوا للشكل الثالث. هنا دابا باش غادي ناخذوا واحد العجينه اخرى. المهم كي قلت لكم دائما غادي نبقاو اليوم ها نتوما ان شاء الله باش نغير اللون معاكم، غادي ندير الكاكاو المر. الكاكاو المر هنا غنحاول ندير واحد النقيطه ديال الماء الزهر، نقيطه ديال الماء الزهر باش ندوب داك بسم الله. ها نتوما نحاول باش ندوب هاد نزيد واحد شويه باش ندوب هاد الكاكاو مزيان. كيف كتشاهدوا صافي انا دوبتو، ديما كنزيد ديك النقيطه باش يطلق باش ما يدخلش يتعربد ليا وسط العجينه. هنا كنحاول ها نتوما كيف ما كتشاهدوا كنحاول ندخل هاد الكاكاو او القهوه سريعه الذوبان او كوبيل على حسب، غير بغيت باش نخرج من يعني من نفس اللون نغيروا اللون. كي قلت لكم ها نتوما ديما خاصني نبقى تنقلب على نفس اللون، نبقى نقلب حتى نوصل اللون اللي بغيت انا. نحاول نزيد واحد شويه ديال الكاكاو كيف كتشاهدوا. وإلا خفتوا منه أن العجينة تجرى لكم هو راه كيجمع هاد الكاوكاو وراه كيلابقها. ها انتوما أنا بغيت باش ناخد داك اللون المارو. تقريبا درتي واحد شي معلقة شي معلقة أو عاشقة ونص ديال الأكل. ها انتوما كيف كتشاهدوا صافي ديما العجينه ها نتوما كتبقى لينها. هنا ان شاء الله باش غادي نوريكم اشنو غادي نديرو. هنا غادي نديرو واحد غريبه ولكن غادي نفندوها بهاد اللوز كونكاسي او الكاوكاو كونكاسي على حسب الرغبه. بغيتو تضيفوا لها شويه الكوك ضيفوه، ما بغيتوش بلاش، انا بغيتها تبقى بالنكهه ديال الكاكاو. هنا كيف ما كتشاهدوا كنشكلوا هاد الكعيبيره او غريبه ديالتنا بحال هكا، كناخذوا واحد الزلافه في واحد شويه ديال المزه ما نكثروش. هنا ها نتوما شوفوا باكم العبدي كنهزها من المزهر كنحطها وسط هاد اللوز او كاوكاو. شوفوا صافي وكنحطها في الطاوه ديالتي كيف ما كتشاهدوا. انا بديت كنحاول نحطهم دائما متباعدين على بعضياتهم باش الحلوى ملي تضيع تصيب تيساع ما تشدش في بعضياتها. كنستمر على العمليه حتى كنكمل، نظن انكم استجبتوا معايا. وهذه هي الطريقه ديال باكم العبدي، مقادير وحده، نصوب منهم بلاطو ديال الحلوى وعاش الملك. لاش انا غنبقى هذه حلوه اللوز، هذه حلوه القرقع، هذه حلوه المورانج، الوقت حامضه، الازمه بنادم الله يكون في العون، نصعبوا الامور. ها انتم باكم العبدي ها اللي ما بغاتش. الا خفتوا من هدي عليكم ولا شي حاجه ديما نقصوا خماره في عوض ما غادي ديروا، مثلا غادي نديروا ثلاثه خمارات ديروا غير جوج. انا غير عزيز عليا الحلوه تكون شويه كبيره، هذا هو اللي كاين. حلوى ديال زمان يعني اللي هز حلوى ما بقى يعاود الاخرى، ماشي هاد الزقاق ديال دابا. ولينا ماش غنقول لكم ما شاء الله وصافي، خلوني على ساكت نبقى عداوي. هنا كيف ما كتشاهدوا هادي خرجت ليا 33 حبه، 33 اللي قبل منها 32 ريشموند باقي ما حسبش حتى نلاقيها. كيف قلت لكم ها انتم هذا هو الشكل النهائي ديالها.
كتجي مارو بالكاوكاو كونكاس ولا اللوز كونكاس ايفيلي ولا المهم على حسب المتواجد عندكم. اللي كان الله يجعلكم ما ديروا اللي كان او تخلوه هكاك ماشي مشكل، تقدروا تفندوه في السكر كلاصي وشويه زهر والسكر كلاصي كتجي ثاني فيها واحد الشقيقه اللي هي روعه. دابا تيا ندخلوها للفران. هنا بالنسبه للشكل الرابع كيف ما كتشاهدوا، شديت شويه ديال اللوز حمرته في الفران بالقشور ديالو، طحنته في الحادقه، غربلته بالغربال كيف ما كتشاهدوا، الرقيقه نزلات غادي نخلطها مع هاد العجينه كيف ما كتشاهدوا. وبالنسبه لهذه غادي نديرها غريبه ونفندها فيها من الفوق باش تجي حلوه بمذاق اللوز ومعجونه باللوز. باكم العبدي حلوه 4 في 4 عجب بها. صافي نخلطوا هاد المكونات هكايا. بالنسبه للوز راني ما حمرتوش بزاف لانه مازال غادي يطيب الحلوه ديالتنا باش ياخذ اللون ديالها وياخذ داك المذاق اللي هي فيها. كيف ما كتشاهدوا هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديال باكم العبدي. نرد الفران ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم ديال الحلاوي كاملين باربعه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم، حلوه باكم العبدي، حلوه 4 في 4 اللي خرجت منها اربعه الاشكال، غريبه بالكاكاو المر واللوز كونكاسي او ايفيلي او كيف ما كتسموه نتومايا. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، وحتى الهشاشه ديالتها هانتوما باش نفرتك معاكم وحيده. شوفوا باش تقولوا باكم العبدي راه اه وما ريشبوند محبوبه الجماهير او معشوقه الجماهير كيف ما كتشاهدوا هي هذه. هنا هو واحد طريف مهرس منها كيف ما كتشاهدوا هانتوما. كيف كتجي؟ كتجي روعه. ديما كنقول لكم الا خفتوا منها تجيكم كبيره نقصوا الخماره، ديما الحلوه نقصوا خماره. بالنسبه لهاد الحلوه الثانيه ديال طومبو هانتوما شوفوا اللون ديالها كيفاش جا بالشكل. بالنسبه حلوه الغريبه اللوز هانتوما كل شيء جو هشاش. وبالنسبه هذه اللي شاركت معكم في الاول حلوه اللوزه المسفيويه اللي دايره ضجه ومهبله عباد الله، عطيتكم الطريقه ونتمنى هتنال اعجابكم. وباكم العبدي حصل على مائده ديال العيد غير انا وامي ومالي الدار وبنياتي، ولا جا عندنا شي حبيب بحال وجاكم مرحبا به. وهذا الشيء اللي كاين، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق ثاني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد في قناه الطبخ مع عزيز العبدي.